السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم باش نحكيو على مقابله الزمالك المصري مولوديه الجزائر واللي وفات بالتعادل السلبي 0-0. اللي شاهدوا المقابله اليوم كانوا كلهم متفقين، مانيش نحكي على احباء المولوديه، كلهم كانوا متفقين انها المولوديه باش تاكل سكور وباش تخرج تكركيره اليوم ضد الزمالك. الجاري كان يستنى في 3، القبيلي يستنى في 4، والسطايف يكون يستنى في 5 جملة واحدة، وباش يبدأ عادة مقعير بلغتنا احنا بالتونسي. هذه كل ما يهمش، اللي غاضني انه بعض من انصار المولودية ما كانوش عندهم الثقة في جمعية متاحهم، وبرشا بعثولي على الفيسبوك ورجعولي على اليوتيوب وقالوا لي احنا خايفين من فضيحة ضد الزمالك ومن فضيحة ضد الترجي. ان شاء الله اخويا يجيكم النوم بعد المقابلة، عينيكم راي هكا كبرها اليوم قدام التلفزة وتستناو في النتيجة دي، تستناو في الفضيحة. اما الله غالب، علاش برسمكم؟ علاش ملعبية المولودية ما عطيتوهمش الفرصة هذه باش يشيخوا باش يتفردوا؟ ولكن متابعتي العميد كانت عندي فيه ثقة كبيرة باش يخرج بنتيجة إيجابية، وهذا اللي صار، لأنه المولودية عنده ميزة مش موجودة عند باقي الفرق الجزائرية، يعني مش من فراغ تسمى العميد، وبلغة الكورة يقف الند للند مع الفرق الكبيرة. بداوا بالحكم الأثيوبي تيسيما، بصراحة يستاهل لقب الحكم الأول في إفريقيا. يعني أحباء المولودية وأحباء الزمالك ما يخرج لي حتى حد ويقول لي الحكم قام بهفوات تحكيمية، الحكم 10/10. ما فهمتش أنا، موجود حكم واحد في المقابلة ولا موجود 4 أو 5 تيسيماوات؟ على خاطر في أي مكان تيسيما موجود. بصراحة الفيزيك اللي عنده أقوى من برشا ملاعبية في المقابلة. مدرب المولودية عبد القادر عمراني، مانيش باش نشكره برشا لأنها أول مقابلة ليه، ولكن كلمة حق المدرب كان واقعي لأقصى درجة، وفكرني بالمدرب التونسي فوزي البنزرتي، كنت أكثر الناس معارضة لخروج المدرب نبيل إنغيز، ولكن لو كان نبيل إنغيز اليوم في بلاصة العمراني وبالفلسفة بتاع إنغيز اللي نعرفوها، كان المولودية اليوم يخرج بنتيجة مذلة ضد الزمالك. اللعبة اليوم الدقيقة الأولى للدقيقة 90 نفس الريتم متاع المقابلة، الزمالك يضغط مع هجمات متنوعة وهذا طبيعي، المولودية ماخذ وضع الدفاع مع هجمات معاكسة. شفنا الزمالك اليوم قام كل شيء يلزم يتقام في مقابلة كرة قدم، المراوغة على الأطراف، تغيير مراكز اللاعبين، التسديد من بعيد عن طريق فرجاني ساسي، التسديد من قريب عن طريق زيزو، ولكنها فشلت. علاش فشلت؟ على خطرها ما سجلتش. ويعود سبب فشل الزمالك اليوم أولا لملعبية المولودية واللي قاموا بمقابلة رجولية، مقابلة بطولية وعلى رأسهم وسط الميدان إسلا اليوم كان فكاك بأتم معنى الكلمة. الجمعية اليوم كانت واقفة على إسلا. 2 عبد القادر عمراني واللي قرأ الفلسفة تاع مدرب الزمالك وعرف نقاط قوته واللي هي تتمثل اللعب على الأطراف عن طريق أوباما، وضعف النقاط قوة هذه بغلق كل المنافذ بدفاع صلب ودفاع رجول. خطورة المولودية اليوم كانت بالهجمات المرتدة متاعه، كان يتغير من الدفاع للهجوم بطريقة سريعة برشا، وهذه حاجة تتحسب للمولودية على عكس الزمالك اللي كانت كل الهجمات متاعه مركزة، هذه حاجة باهية وتتحسب له كذلك، ولكن كان يخلي الوقت للفريق الخصم اللي هو المولودية باش يتمركز على راحته. بداية طيبة للمولودية بنتيجة إيجابية في مصر بالذات باش يخليه مرتاح أكثر في المقابلة القادمة، وعلى أظن هي مقابلة الديربي باش تعطيه ثقة أكثر في روحه، على عكس الزمالك عثرة في البداية يلزمه يدارك بنتيجة إيجابية خارج الديار. وبربي نقطة كنت باش ننساها، حراس المرمى متاع المولودية، يخي كل حارس مرمى يدخل يلزم يبلبزها ويفسدها، بوتاغا يدخل يبلبزها، الصالحي عقدنا فيه النوارة كيف بلبزها. يا ودي راك تلعب في الشامبيونز ليغ وتلعب مع جمعية كبيرة اسمها المولودية، الأخطاء كيما هذه ممنوعة. يعني كنت تنجم تخرج الجمعية بتاعك بخطأ بدائي كيما هذا، خلي الفريق المنافس يتعب على الهدف نتاعه، راه باش يتسجل لك هدف، لكن خليه الفريق المنافس يتعب عليه، ما تعطيش هدف بالسهولة هذه. الحق بصراحة الشيكابالا المردود نتاعه مش نتاع لاعب عمره 36 سنة، لعب نص ساعة غير برشا في المقابلة. نتصور لو كان لعب بالأول يمكن كان تتغير نتيجة المقابلة. في الختام حظ موفق للفريقين، نعاود نقولهم راهم الزوز عزاز على قلبي، محب للنادي الإفريقي، محب للزمالك، محب للمولودية. اليوم كنت ناتر، كنت محايد أكثر
من نجم النتيجه ما تعنيش برشا اكثر منها نفسانيه لانها بدايه الشامبيونز ليج.